تم توقيف الفنانة دنيا باطمة مساء يوم الخميس 26 دجنبر 2019 بمجرد وصولها للمطار للاستماع إلى إفادتها على خلفية التحقيقات التي تجري مع الموقوفين الخمسة على خلفية الاجتماع بارتباطهم بحسابات حمزة مومبيبي المختصة في الابتزاز والتشهير بالمشاهير. وأكد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في اتصال صحفي الخبر موضحا أن باطمة أوقفت لأنها موضوع مذكرة بحث صدرت للاستماع إليها في إطار حمزة مومبيبي. وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت مساء الأربعاء 25 دجنبر بمراكش ابتسام باطمة شقيقة الفنانة دنيا باطمة وذلك للاشتباه في علاقتها بحمزة مومبيبي. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.